الحقيقة أنا مبسوط جدا 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 أن أنا النهارده موجود في العاصمة الإدارية، وتحديدا عشان نتابع المشروع الوطني للقراءة مصر بألوان المعرفة، لأنه الحقيقة يعني أنا مؤمن إيمان شديد جدا أنه كلنا محتاجين في التوقيت ده تحديدا لأهم شيء، وهو القراءة والمعرفة، اللي من غيرها مش هنعرف تتقدم خطوة الواحدة قدام. 27 محافظة متجمعين هنا، ما بين معلمين ما بين أطفال، ما شاء الله اللغة العربية عندهم الفصحى رائعة، في العرض كمان لأفكارهم في الكتب، حاجة هايلة جدا، حاجة عظيمة جدا. مبسوط؟ أيوة. قولي أنت بتحب القراية؟ نعم. أستاذ خليل جمال والأستاذة لميس سلامة شارك معانا في تكوين أبنائنا. النهاردة الحقيقة كمان كنت مبسوط بمستوى الدقة ومستوى النظام، الواحد وهو بيتفرج كمان على الطلبة المصريين اللي من فئات مختلفة الحقيقة، سواء كانوا في المدارس أو في الجامعات، هم قاعدين بيناقشوا الأساتذة المحكمين اللي بيناقشوهم كمان في محتوى الكتب. لا طبعا واضح أنه في فرق، واضح كمان أنه في أسئلة بتستفز العقل، وده اللي احنا محتاجينه، كلنا محتاجين في التوقيت ده أن احنا نشغل عقلنا بشكل أكتر، وده مش هيحصل غير بالقراءة. أي حد جه المكان بس هنا هو كسبان، يعني كفاية أنه هو الطلاب قرت 30 كتاب، كفاية أن المعلم زود ثقافته عشان يقدر يكون على قدر التنافسية، كفاية كمان المؤسسات التنويرية قد إيه طبقت معايير الجودة عشان تقدر أن هي تنافس بشكل يعني لائق لسمعة مصر. فدي فرصة لنا كلنا كمجتمع بكل فئاته أنه هو يطور من إمكانياته، يطور من ذاته بمزيد من القراءة، حتى والقراءات دي مختلفة عن كمان اللي احنا تعودنا عليه. مبسوطة قوي ان انا كنت بشارك في حاجة يعني ثقافية هايلة زي اللي انتوا عاملينها، مشروع هايل جدا. اما الاب والام يشوف ان في مسابقة عادلة كده، ويبقى في مسابقة فعلا بتراعي الفروق الفردية وبتراعي كمان المعايير بشكل مهني وبشكل شفاف وبشكل موضوعي، هيربي ولاده على فكرة ان هو يقرأ، فبالتالي لما تيجي المسابقة يقول لك اقرأ 30 كتاب، طب انا اوريدي انا بخلي ابني كل اسبوع خلال السنة 12 شهر في السنة يقرأ كتاب، فهتبقى الحصيلة بالنسبة له كبيرة جدا. تخيل بقى الجيل نفسه هيبقى شكله عامل ازاي، يعني المسابقة دي مش مجرد مسابقة عابرة وخلاص، لا ده انا بحس انها مشروع قومي استراتيجي هيسهم كتير جدا جدا في بناء الوعي بالنسبة للأطفال. مصر بألوان المعرفة.